يتقدم رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية لاستقبالهم وتحيتهم من قبل السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، وأدعو فضلاً السيد عمر بالحاج رئيس المحكمة الدستورية معين من قبل السيد رئيس الجمهورية. السيدة ليلى عسلاوي عضو المحكمة الدستورية معينة من قبل السيد رئيس الجمهورية. السيد بحري سعد الله عضو المحكمة الدستورية معين من قبل السيد رئيس الجمهورية. السيد مصباح مناس عضو المحكمة الدستورية معين من قبل السيد رئيس الجمهورية. السيد جيلالي ميلودي عضو المحكمة الدستورية منتخب عن قضاة المحكمة العليا. السيد أمال الدين بولانوار عضو المحكمة الدستورية منتخب عن قضاة مجلس الدولة. السيدة فتيحة بن عبو عضو المحكمة الدستورية منتخبة عن أساتذة القانون الدستوري وطنياً. السيد عبد الوهاب خريف عضو المحكمة الدستورية منتخب عن أساتذة القانون الدستوري وطنياً. السيد عباس عمار عضو المحكمة الدستورية منتخب عن أساتذة القانون الدستوري وطنياً. السيد عبد الحفيظ أوسوكين عضو المحكمة الدستورية منتخب عن أساتذة القانون الدستوري وطنياً. السيد عمار بوغياف عضو المحكمة الدستورية منتخب عن أساتذة القانون الدستوري وطنياً.